السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبي. ليش وش لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. قال الله عز وجل في سورة النساء وعدة السفهاء أموالهم. هل المقصود به النساء يعني واحد بيعطي مراته مثلا مرتب كل شهر؟ أي سفيه أي سفيه كان لا تعطيه أموالك. قد تكون السفيهة المرأة مثلا امرأتك مثلا تعطيها 1000 جنيه تذهب تشتري بهم نعلا وجوعت البيت. إذا كانت زوجتك بهذه الطريقة من الحماقة لا تعطيها. وإن كانت كويسة يعني مثلا إن كانت أعقل منك أعطيها ليست سفيهة. لا يعني مش أعقل بس يعني هي يعني نص ونص يعني مش يعني هي تدبر أمر البيت مثلا. تمام. إذا كانت عاقلة لا بأس. لا تسمى سفيهة لأن الله ما قال النساء السفهاء والصبيان. قال بعض المفسرين ذلك وهذا القول أغلبي يعني في الغالب أن النساء لا يحسن التصرف في الفلوس. تمام. الزوجة يعطيها 1000 جنيه تذهب تشتري كيلو جمبري وسبت الناس جعانة أولادها جعانين طول الشهر. الله يسلمك الله يسلمك وإياك.